كان بيبص لي عادي جدا، بس فجأة لقيت راسه بتقع من على جسمه ونفور الدم خارجة بمنظر بشع مرعب فظيع. بس لقيت جسمه بيقع والدم بيغرق جسمه من كل ناحية. انا مش عارف اتصرف. انا حاسس ان انا اتثبت في مكاني ومش قادر اخلص من اللي انا فيه. هو انا بجد؟ هو اللي بيحصل ده بجد؟ هو في ايه؟ انا اصلا ايه اللي جابني هنا؟ انا اخر حاجة فاكرها ان انا كنت داخل انام. ايه اللي جابني البيت والنهاردة؟ طب يا ترى ده حلم من احلامهم ولا ده حصل بجد؟ المنظر بشع جدا هنا، انا مش قادر استمر. لو حلم يا ريت يخلص، انا تعبت مش قادر. في صوت فظيع، صوت ده جوايا انا، صوت حد بيتكلم بس انا مش فاهم هو بيقول ايه ولا عايز ايه مني، بس حد بيصرخ جامد. انا تعبت مش عارف اخرة اللي انا فيه ده ايه. لو حلم ارجوكم خلاص كفاية كده، انا هعمل لكم اللي انتوا عايزينه، بس لو بجد الحقوني ده الراجل مات. انا مرعوب وخايف جدا مش عارف اتصرف. انا ايه ده، انا طلعت من هناك ازاي؟ انا فين؟ انا شايف ايه ده، الست دي اتعيال ان انا اعرفها. ايوه انا الست دي شفتها قبل كده. دي هي مش شايفاني ازاي؟ انا ازاي طلعت من المكان اللي مات فيه وازاي جيت هنا؟ انا مش فاهم اي حاجه. ايوه الست دي اللي اتقتلت جنبنا، انا جدتي كانت تعرفها كويس، كانت بتحب تقعد معاها. ايه ده، مين ده؟ ده في واحد انا اول مره اشوفه واقف مستخبي ورا الدولاب. انا شايفه، شايف ملامحه، شايف الغدر في عينيه. ايه ده، الحيطه بتكتب حاجه بالدم، في رسمه اتكتبت. هي ازاي مش شايفه كل ده؟ انا شايف قدامي في خيوط بتتوصل وفي رسمه بالدم بتتكتب. الشخص ده بيطلع فجاه وبيقطع شريان رقبتها من ورا، الدم بيطير في كل حته، الدم بيغرق كل المكان. منظر مرعب ومخيف جدا، بس في حاجه جوه الحيطان دي. ده زي ما يكون قتلها كان بينفذ حاجه، زي ما يكون قتلها كان بيكمل. ايوه كده صح، هي دي الخيوط اللي كانت ظاهره على الحيطه، قتلها كان بيكمل اللعنه. في لعنه، الناس دي مش بتموت صدفه، الناس دي بتموت في تسلسل زمني ولازم دمها ينزل على الارض. في حد مرتب لموت الناس دي، بس مش حد من عالمنا، حد من عالمهم هم، حد عايز ينتقم، جواه شر بشع او ليه هدف وعايز يوصله. انا مش عارف بالظبط، بس اللي متأكد منه ان الناس دي لازم تموت، ده قدرهم، والناس دي كان لازم تتقتل. المخطط لازم يكمل ومحدش هيقدر يقف قدامه. انا لازم انسحب، ما ينفعش ان انا اكمل. ارجوك طلعني من الكابوس اللي انت دخلتني فيه، انا دلوقتي مصدق ان انت المتحكم. ارجوك طلعني، انا عارف دلوقتي ان انا في كابوس، فبترجاك تطلعني ومش هقرب من حاجة تخصك تاني. اوعدك هوقف بحث ومش هتكلم عنك مرة تاني. انا عارف ان انت غضبت عليا بسبب ان انا ابتديت ادور وراك، بس صدقني مش هعمل كده تاني. بس سيبني في حالي واعتبر ده عهد بيني وبينك. سمعت ساعتها صوت بيضحك، صوت بيزلزل كل حتة في كياني، كان صوت مرعب جدا، ودي كانت أول مرة أسمعه بيضحك أو أسمعه أصلا.
أنا كنت عارف إن هو موجود، لكن عمري ما تواصلت معه. وفجأة لقيت نفسي قاعد على سريري صاحي مش نايم، بس هدومي كلها كانت دم. ما استغربتش وفضلت قاعد في مكاني وانا عارف كويس جدا ان الدم ده هيختفي، وده اللي حصل. انا كنت دايما لما بقرا عنهم وبقرا عن عالمهم كنت بعرف كويس قوي ان هما بيصيبوا حاجه في المخ بيخلينا نشوف ونسمع حاجات مش موجوده، وان الحاجه دي اللي في المخ اللي بيقدروا يصيبوها هي اللي بتخلينا نقدر نشوف عالمهم، وكمان نقدر نحس ونشوف حاجات مش موجودة. هما مش بيجننونا، لكن الفرق ما بين ان انت تشوف عالمهم وان انت تتجنن شعرة او اقل من شعرة. انا دخلت عالمهم بدفع من الفضول وانا عندي 16 سنة لما قريت قصص الرعب، ودي كانت البداية. كنت بسمع عنهم، بس كنت بسمع عنهم ان واحد يسهر في الضلمة وواحد يلاقي حد بيضحك له. ما كنتش متخيل ان عالمهم بالبساطة دي، وعشان كده جبت كتب خاصة بيها. ابتديت ادرسهم، ابتديت افهم هما مين وبيتعاملوا ازاي. مش ناس كتيرة اللي حاولت تتخصص في المجال دوت، مجال الظواهر الغريبة والاسرار الخفية، المجال اللي انا اخترت ان انا ادرسه. اول حاجة ابتديت الاحظها ان هما طاقة، مش زي ما الناس فاهمة انه مستحيل ان يتحس بيهم. لا، ممكن تحس بيهم لو انت روحك حساسة ونقية هتعرف تميز وجودهم كويس جدا، لان ليهم طاقة والطاقة بتاعتهم بتبقى موجودة في المكان اللي هما فيه. وكمان مش بس الطاقة، هما ليهم تأثير عن مشاعر. ممكن اول ما تدخل تحس ان قلبك مقبوط، او تحس بالراحة، او تحس بالخنقة وانت مش عارف هو فيه ايه بالظبط. كل الحكاية ان هما بيبقوا قريبين منك، وكل ما بيقرب منك كل ما بيخليك تحس بالمشاعر دي اكتر. في منهم الطيب وفي منهم الشرير، في منهم الارواح المعونة وفي منهم الارواح الملعونة. الارواح المعونة هي ارواح بركة بتبقى مع الصالحين، لكن الارواح الملعونة هي عالم تاني، وده العالم اللي انا اخترت ان انا ادخل ادرسه وافهم هم مين وبيعملوا ايه. كانت البداية في يوم 19/3 سنة 1998. اليوم ده كانت أول مرة أسمع عن بيت مسكون. الناس قالت لي إنه البيت ده سكنه الأرواح، وإن هما بيسمعوا أصوات غريبة بالليل، وأحيانا بيشوفوا أنوار طالعة من الشقة دي. وطبعا البيت كله مش مسكون، وبيقولوا إنه أحيانا كتيرة الجيران بيسمعوا صوت خناقة، وفي مرات شافوا دم خارج من عتبة الشقة. طلعت البيت ده، أول ما دخلت كنت حاسس شوية بانه في توتر، كان ممكن في الغالب يكون من تأثير كلام الناس عليا. لكن لما كنت بطلع اكتر واوصل لحد الشقة اللي هم حكوا عليها دي، الموضوع ما بقاش توتر. الموضوع بقى ان انا عندي حساسية زيادة، كنت مستعد لأي حاجة. لو واحد قال لي بخ كان هيغمى عليا. في اللحظة دي ادركت ان انا كنت مستعد لان هم يلعبوا بيا، وعشان كده رجعت ومرضتش ادخل اليوم ده. ودخلت خلوة طويلة، قعدت امرن نفسي ساعتها طول الليل ان انا مخافش، وان انا هتقابل مع مخلوق عادي زي اي مخلوق بقابله في اليوم، وان لو ما بطلتش الخوف ده هودي نفسي في داهية. تاني يوم نمت النهار كله، ولما جه الليل رحت للبيت ده تاني. المرة دي الخوف كان اقل، وفعلا سمعت صوت الخناقة. سمعت صوت زي ما يكون في راجل وست جوه بيتخانقوا، وخناقه كبيره جدا. كان عندي فضول افهم هو في ايه، ولما دخلت
شفتهم، شفت الراجل والست وهما بيتناقشوا مع بعض، وشوية والصوت عالي وشوية كمان، ولقيت الراجل اتحرك تجاه سلاح كان متعلق على الحيطة وراح مسكه وفضل يضرب في الست. بعد ما ماتت ضرب نفسه بالسلاح ده لحد ما مات هو كمان. بس ده مش كل اللي انا شفته، لاني شفت حاجة تاني غريبة جدا. كان في واحد واقف مستني ان ده يحصل، وكأنه عارف ان ده هيحصل. شفته واقف بيتفرج ومستني اللحظة اللي الاتنين فيها هيموتوا، كان واضح جدا ان هو عارف، كان واضح جدا ان هو ورا الحكاية دي وورا ان هما يقتلوا بعض. لفت نظري الموضوع جدا، ودي كانت اول مرة اخد بالي من وجود حاجة زي كده، وانه الارواح مش بس بتخوف، ان الارواح بتخطط لحاجة. بعدين فهمت ان الارواح انواع، في ارواح مسجونة في اللي حصل لها، ودي ارواح بني ادمين ماتت زي الاتنين ان انا شفتهم، بيطالبوا بالقصاص والعدالة عشان ارواحهم ترتاح. وفي كمان ارواح من الجن، وارواح الجن قبائل، وفي قبائل شريرة وفي قبائل مستأنسة. وزي ما قلت، انا اخترت في الاول اني ادرس القبائل الشريرة، افهم هما بيحاولوا يعملوا ايه في العالم اللي احنا عايشين فيه ده. بعد اليوم ده على طول لما عرفت الحكاية بتاعت الشقة قلتها للناس، قلت لهم ان الاتنين اللي انتوا فاكرين ان هما موتوا بعض مش هما اللي وراء الحكاية، ومش هما اللي قتلوا بعض، وان في حد تاني هو السبب في قتلهم، وارواحهم مش هترتاح الا لما الحد ده يدفع تمن اللي هو عمله. الناس سألتني مين، قلت لهم معرفش، لان في الوقت ده فعلا ما كنتش اعرف هو مين. بعد الحادثة دي تقريبا ب15 يوم جم جماعة وقالوا لي تعالى يا شيخنا، قلت لهم انا مش شيخ، قالوا لي تعالى لانه في ظاهرة غريبة، في حاجة بشعة حصلت. قلت لهم في ايه؟ قالوا لي لقينا 3 جماجم لأطفال محطوطين بطريقة معينة وجواهم دم، والأجسام بتاعت الأطفال مدفون فيها حاجات، وفي واحد فيهم مدفون في جسمه غراب متحنط، وكل ده كان محطوط في المقابر، محتاجينك تبص عليه. رحت، بس المرة دي انا ما خفتش خوف عادي، انا كنت فعلا مرعوب، لاني كنت حاسس بطاقة رهيبة مالية المكان. المرة دي الموضوع ما كانش واحد، ويتهيالي ان الموضوع كان اكبر بكتير من اللي احنا ممكن نتخيله. كانت اول مرة افهم ان الجن معارك، وان هما بيحاربوا بعض، واحيانا بيستخدمونا عشان يستقووا على بعض، وده اللي حصل. انا شفت معركة كبيرة اول ما وصلت، شفت حرب ما بين قبيلتين من قبائل الجن، شفت واحد من القبيلة بيلبس جسم واحد مننا وبيخطف ال3 عيال دول. العيال دول تقريبا اعمارهم ما بين 3 شهور ل6 شهور. بعد ما خطفهم جابهم هنا وقطع اجسامهم وعمل طقوس معينة عشان يقدر يستعين بواحد من الملوك في حربهم مع بعض، وكان التمن هو اللي انتوا شايفينه دلوقتي، الاطفال المتقطعين قدامكم. الاطفال دول ضحية لحرب من حروب الجن، ودي مش أول مرة تحصل. وساعتها فهمت إن مش بس إحنا اللي بنستخدمهم، لكن هما كمان ممكن يستخدمونا، واستخدامهم لينا لازم يكون في أذية. وللأسف المرة دي شفته واضح جدا، كان واقف على قبر من القبور،
كان بيبص لي، كان خطبان جدا. هو اللي انا شفته في البيت بتاع الزوجين اللي قتلوا بعض. ودي كانت المرة الأولى اللي اتحرك فيها ناحيتي، جه ناحيتي وهو بيبصلي ولقيته بيقول